من انواع البهجه لشهر رمضان بالذات قماش الخياميه. عاملين فانوس صاج ماكسي خياميه بردك، وهو بيزيد عن الصاج العادي حوالي 25 جنيه بس نسبه القماش اللي محطوط فيها. عاملين المدافع وعربيات الفول وعربيات الحلبسه، وعاملين فانوس اللي هو بتاع زمان بتاع اسماعيل ياسين دوت بتاع افركشو عفركوش دوت، عاملينه بردك خياميه. ده ديزاين جديد السنه دي معمول بالخياميه. شغل الخيامية عامة النهاردة في المفارش مطلوب جدا في الزينة، قماش معمول زينة خيامية، وبالنسبة للمفارش وبالنسبة للخداديات عاملين منه خيامية والبوفيت. وعندي عاملين طبلة المسحراتي وعاملين منه علب مناديل وعاملين منه كوبايات. بالنسبة للفوانيس الصغيرة في الخيامية، فانوس التعليق بيبدأ من 100 جنيه لغاية 350 جنيه اللي هو المقاس المتر و80 سنتي. المخدة عندي مخدة ب 25 عندي وعندي مخدة ب 60، وعاملين منه نظام خيامية على سوفت، مخدات صغيرة على نظامها هلال وفانوس ونجمة. ده الثلاث قطع عاملين 45 جنيه. الطبلة عندنا طبلة المسحرات الكبير ب 40 وعندنا طبلة ب 25. احنا ده هنا ده قسم الفورجيه، ده فوانيس مستوردة بس دوت يعني الناس اللي هي بتطلبه اللي هو الناس اللي خاطبين والكلام دوت. ده نوع من انواع الاتيكيت شوية، يعني ديزاين كده معين بحيث ان الحاجة ديت بتتحط كأنتيكة في أي مكان وعليها إقبال. يعني في فانوس زي الفانوس اللي هو بتاع أركية دوت معروف ومشهور أوي على النت كمان، يعني الناس بتيجي تطلبه بالاسم. الحاجات دي بدأت تاخد يعني الشغل في البلد، بدأ الناس اللي بيبقى ليها إقبال حاجة زي كده ممكن تعيش يعني ما انت عارف.